طيب هنعملها ازاي؟ هندخل البلوبيف جوه المكرونه بطريقه حلوه، وهنحط لها شويه خضار، يعني بصل، طماطم، هنحط صلصه، شويه توابل حلوين. الكلام ده كله هيفرق في الطعم. احنا دايما لما بنجيب مصنعات من بره بنبقى قلقانين اصلا نعملها، يعني قلقانين ناكلها، ما بالك بقى لو حطيناها حاجه سريعه وبسيطه كده جوه البيت. لو انا عايزه اعمل غدا، يعني بلوبيف ينفع معانا فطار، ينفع معانا غدا، ينفع معانا اي حاجه. طيب هنجيب بقى شويه حاجات من ورا كده عشان نشتغل بيها. انا بصراحه كنت مستنيه ان احنا نقفل الوصفه دي، بس بالنسبه لي لا، احنا لازم ننجز وقتنا كده كده خلاص. طب انا عايزه اعرف البلوبيف ناقص له ايه الخطوه اللي ناقصاني عشان خاطر ابقى كده كملت طريقه البلوبيف، ان احنا نحط معلقه الجيلاتين ونقلبها في اخر حاجه، يعني قبل ما نشيلها من على النار على طول، بعد كده نضربها في الكبه ونحطها في القالب بتاعي او في الفورمه اللي احنا هنشكل فيها وهندخلها الثلاجه على الاقل 3 4 ساعات. هيبقى كده نفذتي معايا البلوبيف بطريقه بسيطه وسهله، ما تاخدش منك اي وقت، وحاجه سهله جدا وامنه وصحيه. تمام. طيب جبنا البصل. مين عايز فصل؟ هناخد شويه زيت، بس بعد اذنكم ما ننزل مقادير المكرونه عشان نبدا نشتغل فيها. مقادير المكرونه لا الفينو، مقادير المكرونه بتاعتنا او وصفه المكرونه طبعا اساسها البلوبيف اللي احنا صنعناه مع بعض دلوقتي وهنكمل تصنيعه. هيبقى معانا ايه تاني؟ هيبقى معانا بصل مفروم، ومعانا قرن فلفل حامي، ومعانا طماطم متقطعه صغير، ومعانا فلفل متقطع صغير، ومعانا فص ثوم مفروم، ومعانا شويه صلصه طماطم، يعني معلقتين حلوين كده عشان نطعم بيهم الدنيا. طيب انا هنزل بايه الاول؟ هنزل بالبصل. اشيله ولا لسه؟ تمام. هناخد كده البصل بتاعنا ونبدأ على طول. اهي المكرونة بتاعتنا على الشاشة بطريقة سهلة وبسيطة، تقدري تضيفي فيها الخضار اللي انت عايزاه جانب البلوبيف اللي احنا مصنعينه في البيت. تمام كده، يلا بينا ناخد بصلاية اهي صغيرة. تمام، هحتاج حتة بصلاية عشان انا هعمل النهاردة البيض بالبلوبيف بطريقة مختلفة وجديدة. تمام، يلا بينا نشوح كده ناخد نطلع ريحه. عايزه اقول لكم ريحه البلوبيف طلعت، ريحه البلوبيف حلوه جدا اهو، شم ريحه الحله كده، البخار بتاعها طالع كده حلو جدا. طيب انا هاخد قطعه من البلوبيف اهو، تعالوا بقى كده معايا اوريكم النسخه او اللي انا عملته قبل الهوا. نقطع كده، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا كده كده هقطع تاني، يلا بينا ناخد قطعه قطعه وننزلها كده اهو. بصوا قوام البلوبيف بالظبط، مفيش فرق عنه. تعالوا بقى هنا، عايز وانا بقطع، يلا بينا اهو، بسم الله. بصوا قوامه حلو جدا. عايزه افصل كده بس عشان اوريكم قطعه تانية قبل ما نروح على الزيت اهو. بصوا القوام حلو جدا، هو ده المطلوب. يلا بينا، انا هاخد القطعتين دول، ممكن اقطع قطعه كمان عشان خاطر اعمل كده ايه، طبق مكرونه محترم بطعم البلوبيف، ويبقى الطعم والريحه باينه فيه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا هعمل طبق كده صغنون بس عشان الناس معايا يشوفوا الطريقه. حطينا البصل شوحناه تشويحه صغيره. تمام، حاضر ازود يعني، بتقولي كله عايز ياكل، حاضر. اهو ناخد قطعه كمان، يلا بينا، وقطعة كمان. بجد؟ لا بألف هنا وشفا على كل اللي هياكل اهو. بصوا بقى حطينا فص ثوم واحنا بنكلم بشرة وبنشوح كويس جدا اهو، ريحة الثوم مع البصل مع البلوبيف طبعا طالعة وما شاء الله ريحة حلوة جدا. طيب هنضيف ايه في المرحلة دي؟ شوية طماطم عشان نعمل صلصة او صوص نحطه على المكرونة اهو اهو. حاضر، هناخد كده فص او جزء من الفلفل الحراق عشان انا برضو عايزه جزء كده للبيض اللي بالبلوبيف ده، هعمله لكم بطريقه حلوه قوي. وكمان هناخد اهو الفلفل الاخضر، كل ده بقى كده عادي لما نحطه على بعضه مفيش مشكله، احنا عايزين كل المكونات كده ايه تختلط مع بعض اهو. وناخد كمان معلقتين كبار من الصلصه اهو، ماشي، رشة من الملح صغيرة كده على الوش اهو،
بس كده. وعايزين بس نمسح ايدينا دي. الله على الريحة اللي طالعة، الروايح على بعضها تحفة. وعايزة اقول لكم ريحة الفلفل مع البولوبيف حلوة جدا. طيب عايزة اخد شوية فلفل اسود رشة كده صغيرة، وكمان رشة بهارات حلوة كده، بس كده مش عايزين اكتر من كده. وطي القربيس بعد اذنكم. اهو عملنا التسبيكه بتاعه المكرونه اللي بالبلوبيف اللي احنا بنصنعه مع بعض. هنطلع فاصل صغير خالص، ما تروحوش في اي حته، عشان هنرجع نكمل وصفاتنا ونشوف ازاي هنكمل تصنيع البلوبيف وازاي هنحط المكرونه ونخليه شكله حلو وجميل. تعالوا نشوف بقى مع بعض كده البلوبيف قبل ما نطلع فاصل، ونطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع بعض. رجعنا من الفاصل وزي ما احنا شايفين بنكمل وصفتنا. طيب البلوبيف عشان نخليه نفس لون البلوبيف نقدر نحط عليه لون صناعي احمر او نحط عليه بابريكا بزياده. طيب لو انا عايزه اكل ولادي حاجه صحيه وما ادخلش اي مواد حافظه، ولا ادخل الوان صناعيه، ولا ادخل جيلاتين ولا الكلام ده، انا ممكن اعمل زي ما قلنا كده واضيف معلقه سمنه بلدي، معلقه مثلا زبده، حاجه فيها دسم، واشتغل بيه عادي جدا. تمام. طيب انا عايزه اوريكم حاجه، انتوا خدتوا مني السكينه. طيب اللي انا عاملاه ده مش ضايفه له ولا جيلاتين ولا ضايفه له اي حاجه. تعالوا نقطع مع بعض ونشوف قوامه تاني. اهو ده مش واخد اي حاجه خالص من اللي احنا قلناها، ولا مواد حافظه فيه، اي مواد حافظه طبعا، ولا الوان صناعيه ولا جيلاتين. تمام. يقعد اسبوع. استاذ مهاب بيسالني بيقعد قد ايه؟ بيقعد اسبوع بالظبط. تمام. انا هعمل ايه؟ هبدا اقفل وصفاتي. هعمل اول حاجه هاخد كده جلوفز عشان خاطر يبقى قفلنا حاجه حاجه. بسم الله. دوخني ليه كل يوم يحطوا لي الجلوفز في حته شكل؟ اهو تعالوا كده هنوطي على المكرونه. احنا وطينا على المكرونه، هنعمل حاجه حلوه قوي. شايفين شكل المكرونه وريحتها ولونها حلو جدا. هناخد مكعب مرق بس، لان انا ما ضفتش في المكرونه مكعب مرق، وانا بحب اضيف مكعب المرق ده، بيضيف لي طعم حلو قوي. وشويه السكر حطيتهم في الفاصل، ضروري الحاجتين دول بيفرقوا معانا جدا في الطعم. اهو عشان ناكل احلى مكرونه، الطعم ونكهه كده حلوه مع البلوبيف اللي انت عاملاه في البيت. انجاز انت بتعملي انجاز، وبتوفري وحاجه اقتصاديه وسهله. طيب هاخد شويه مكرونه على قد الصلصه اللي معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نعمل كده، نشوف كده هنحتاج تاني ولا لا. نقلب تقليبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بتهيألي كفايه جدا مكرونه. انا بحب الصوص كده يبقى باين، والطعم يبقى حلو كده، والصلصه باينه في المكرونه بتاعتنا، ما نكترش يعني. بس يلا بينا بقى كده. لا انا هحط البولوبيف بتاعنا في الكبه او ندفي عليه ونبرده شويه قبل ما نعمل البيض، وبعد كده نضرب البلوبيف قبل ما نطلع من الفصل على طول. ايه رايكم؟ يلا. انا عايزه البلوبيف بتاعي يبقى فيه صوص شويه، فالطريقه اللي انا عاملاها دي بصوا خلاص اتشرب تقريبا كل السوائل، فاضل حاجات بسيطه جدا. هو ده اللي انا عايزاه عشان دي الربط اللي هيربط لي المكونات بتاعتي. تمام كده. يلا بينا. طيب احنا خلاص خلصنا المكرونه، تيجي نحطها في الطبق التقديم.